أفضل الذكر في يوم عرفة وغيره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء، لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فلسان حاله يقول: يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله؟ قال: ليثيبني. لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة، فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول إنسان ما تيسر، إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به، لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد.